السلام عليكم، مرحبا بكم في الجزء الجديد من الدورة ديالنا اللي هي دورة لارافيل 8. في الجزء السابق قلنا غادي تانستالي لارافيل وي في حالة ما إلا بغيتي يعني تشوف هادشي اللي غادي نديرو. فشوف هاد الرابط هذا فيه هادشي اللي غادي نديرو كيفاش تزيد حيت دابا لارافل من قبل كانت كتجي بفي جي اس، فاش كتانستالي لارافل فاوتوماتيكيا كتجي مع في جي اس. دابا فالتالي ابتداء من لارافل 8 ومن بعد ما داروا اللايف واير فلارافل ما بقاتش كتسيبورتي في جي، ماشي كتسيبورتي انها ما بقاتش كتجي بيها، ما كتبقاش كتجيبها انستالي يعني بار ديفو، خصك نتا تانستاليها مانيوال سي. وباش تانستاليها داكشي اللي درنا في الجزء السابق، بدينا بهذا قلت لك انستالي هذا الباكيج هذا كومبوزر، من بعد ملي غتانستالي غدير هذا الكوموند هذه اللي هي بي اش بي ارتيزان وي فيو باش تزيد الاخر. هي سكافولد يعني غتزيد لي باج ولا الكومبوننتس. من بعد غادي دير ام بي ام انستال و ان بي ام رانديف باش تكومبيلي الكود، وداك الكود اللي كي تكومبيلا كيتزاد في واحد الفيشي في الفيشي سميتو app.js داخل الدوسي اللي هو جي اس، غادي نلقاوه في الدوسي اللي هو بابليك. بقالنا غير نزيدو هاد لا ليني هادي في الفيشي ديالنا. دابا فاش غادي تسالي دير داك ام بي ام راندي ورا انستالو راندي غادي يعطيك بحال هكذا ميكس كدا شي كومبيلد ساكسسفلي. وفي حالة ما يلا عطاكش ايرور حيت عطاني انا واحد الايرور، انا غير حيت عندي البس شوي انا ما تقيل جدا جدا جدا، ففي حالة ما يلا عطاك واحد الايرور بحال مثلا هنايا عطاني فين هي هذيك الايرور، ما عرفتش فين هي داك الايرور. هنايا ها هي بغا يدير هاد ام بي ام انستال فيو لودر هاد سيف، فعطاني هاد الايرور هادي هنايا، وقعت شي ايرور وحبس. في حالة ما الا عطالك غادي تجي تعاود تهز هاد الكوموند هادي، تهزها مانيوال من هنا تكوبيها وغادي تانستاليها مانيوال عاوتاني كيما انا درت هنايا. ها هي شيا ام بي ام انستال مانيوال تانستاليها وغادي تانستالا، ومن بعد عاوتاني دير ام بي ام انستال ام بي ام رانديف، عاوتاني ديرها من جديد وغيدوز كلشي بسلام. دابا سيدي شنو غادي نديرو؟ غادي نمشيو بعدا نشوفو شنو عندنا في الفيشي. انا راه مازال خدام بداك البروجي ديال الكونتاكتس، فلا بغيتي تخدم به خدم به، بغيتي تزيد بروجي جديد زيد بروجي جديد. فغادي نشوفو بعدا شنو عندنا هنا. فعندنا الا مشيتي للريسورس جي اس غادي تلقى تزاد عندك هاد الدوسي فيه كومبوننتس وفيه هاد اكزامبل كومبوننتس. هاو تزاد هنايا هاد اكزامبل كومبوننتس، هو كومبوننت اكزامبل ديال في جي اس، هاد الكومبوننتس. وهنايا السكريبت لتحت، وهنايا غادي تلقى في app.js غادي تلقى بان دايرين الانكلود لهذا الفيشي هذا. فهو فين view.component example component require example component، وهنايا لاست. فإلا ما كنتيش كتعرف في جي اس راه كاينه الدوره ديال في جي اس شوفها، حيت راه خص ضروري تكون عارف في جي اس باش تكمل معايا الدورة فهمتي ديال لارافيل. الا ما كنتيش كتعرف في جي اس فشوف الدورة ديال في جي اس ديال المبتدئين وجي مرحبا بك مرة اخرى. كنتي كتعرف في جي اس انت كمل معنا. دابا خصنا نشوفو هنا في الريسورس عندنا في الفيوز عندنا غير فيو وحده اللي هي هادي، فغادي نزيدو واحد غادي نزيدو واحد الدوسي الدوسي هذا غادي نزيدو فيه نسميوه لاي اوت. فما عرفتش علاش عندي هادشي شتو ثقال بزاف لاي اوت، فعاد كنا مزيانين. وهنا غادي نديرو app.blade.php
سميو هاد الفيشي a.blade.php، وهنايا غادي نزيدو واحد ال ستركتور html. ما فهمتش انا كنزيد هنا هو كيهبط لتحت، فغادي نزيدو غير ستركتور، ما بغاش يعطيها لي، غادي نزيدوها مانيوال وصافي. فغادي نشوف، فما عرفتش ربما نبدلو كاع هاد فيس كود شتي، حيت هنا راه عاد كاينيسياليز هاد لي فيشي جافا سكريبت، وانا كيعصبني ملي كيدير اللعمة الانيسياليزاسيون. فغادي نهزو كاع هادشي اللي عندنا في هاد الويلكوم هادي، وغادي نجيبوه ونزيدوه هنايا. غير هنايا غادي نحيدو هادشي اللي كاين هنايا، غادي نحيدوه، نحيدو هاد العالم كامل اللي كاين ها هنا في البادي، غادي نحيدو هادشي اللي هنايا، غادي نحيدو هاد الكلاس ما عندنا ما نديرو بيها. غنجيو هنا وغادي نزيدو واحد الديف، وغادي نعطيوها الاي دي اللي هو اب، فهنا فين غادي يكون عندنا الكود ديالنا اللي هو الكود ديال فهنا فين غادي يكون عندنا الكود ديال لي كومبوننس ديال في جي اس، هنا غادي يتزادو. وهنايا هاد الميطا هنا نقدروا نسميوها كونتاكت اب. فهنا غير غادي نشوفو حنايا كيفاش نكونسومي ولا كيفاش نخدمو بداك لابي اي اللي زدنا هذا مكان. هنايا غادي نحيدو هاد اللعيبات هادو، غادي نحيدو هاد السالم عندنا ما نديرو بيه، وغادي نجيو لهنايا لتحت. هنايا غادي نزيدو داك الفيشي ديالنا اللي هو سكريبت، الفيشي اللي كاين ديال الجافا سكريبت اللي قلنا تزاد، اللي كاين في دي نريكوبيريوهم الاسيت اسيت، وكاين في جي اس سلاش اب بوان جي اس. هذا هو الفيشي اللي فيه داك فاش درنا حنا ام بي ام ران انستال ام بي ام ران ديف، فكاع الكود جافا سكريبت فتكومبيلا وتزاد في هذا الفيشي هذا هو اب بوان جي اس. في اللي جينا لهنا هذا هو كلشي تزاد هنايا في هذا الفيشي هذا، يعني الكود ديال لا ديال في جي اس ولا ديال كلشي باش غادي نخدمو. وهنايا في سي اس اس كاين فيشي a.css اللي فيه الكود سي اس اس، هذا فيه بوت ستراب، فيه بوت ستراب، فغادي نزيدو حتى هو، غادي نزيدو عندنا هنايا، هنايا الفوق نجي لهنا، وغادي نديرو لينك سي اس اس هنا بلاصت هاد، غادي نديرو هكدا، وغادي نديرو assets css app.css. فدابا حنا زدنا هادشي اللي غادي نحتاجو، بقالنا خصنا نافيشيو داك الكومبوننت. دابا الا بغينا نافيشيو الكومبوننت اللي تزاد، الكومبوننت اللي تزاد اللي هو هاد هاد اكزامبل كومبوننت، هاد الكومبوننت ديال في جي اس، الا بغينا نافيشيو عندنا في لاباج ديالنا اللي هي لاباج هوم، ماشي هوم ولكن لاباج ديالنا اللي هي ويلكوم هادي. فبطريقة سهلة وبساطة كتجي غادي تهز هاد نكوبيو هاد اللعيبة هادي، فحيت هو سميتو اكزامبل فغنديرو اكزامبل هكدا كومبوننت، فما عرفتش علاش هاديك غالي مرنا هذا عاوتاني، فحيد علينا هادشي من هنا. فقلنا غادي نديرو هنايا السميه ديال اكزامبل تيري كومبوننت اللي هي السميه ديال الكومبوننت. فإلا جيتي لهنايا في الاب بوان جي اس، فهنا فين عندنا السميه، فهادي السميه اللي عطينا سميناها اكزامبل كومبوننت، وهنايا كنريكوبيريوهم منين كنريكوبيريوهم الدوسي اللي هو كومبوننت. فدابا الى جينا سيدي ودرنا اكتواليزي نشوفو شنو غادي بعدا السيرفر خصنا نديماري السيرفر اش بي ارتيزن سيرف. ويلا جينا دابا مشينا السيرفر ديالنا 127
مازال عندنا في داك ويلكم بلاتي هاد ويلكم هادي غادي نحيدو هادشي اللي هنايا وغادي نديرو اكستندز layouts up. في الى جينا دابا درنا اكتواليزي دابا هو كونتاكت اب وهو اكزامبل كومبوننت اللي هو الكومبوننت اللي زدناها هو هنايا هو اللي ما فيش. نقدروا نزيدو هنايا واحد الكلاس نعطيوها واحد المارجين 5 باش يتسونطرا باش يبقاش لاصق الفوق فهكذا هكذا احسن. فهذا ما كان في هذا الجزء هذا الاول شفنا كيفاش زدنا الفي جي اس كيفاش انستاليناها كيفاش ريكوبيرينا الكومبوننتس ديالنا اللي كيجي بار ديفو هو هذا. ابتداء من الجزء الجاي غنشوفو كيفاش نزيدو الكود ديالنا داخل هاد الكومبوننت هذا نشوفو كيفاش نزيدو الكود باش نريكوبيريو هادوك لي كونتاكت اللي عندنا في لاباز دو دوني ديالنا. غنشوفو كيفاش نديرو لابيل نديروها لاخر لابي اي ديالنا كما كنا كنديرو هنايا وغنشوفو كيفاش نريكوبيريو لي دوني. فغادي نحيدو لاخر ما غاديش نخليو فغير مؤقتا غادي نحيدو الميدلوير هنايا السانكتوم باش يكون عندنا لاكسيل لاخر الاب ديالنا حتى نزيدو اللوجين والريجستر واللوجين عاد ديك الساعة نزيدو هاد الميدلوير هادي. فهادو هاد الكونتاكت هذا نحيدوه من هنا نطلعو هاد الكونترولر الفوق نخرجوه باش يولي عندنا لاكسي حتى نوصلوا للكونيكسيون والديكونيكسيون عاد نهضروا على هذا الاخر على كي سميتو عاد نهضروا على نشوفوا كيفاش نزيدوا التوكن ونشوفوا كيفاش نزيدوا الاوتوريزيشن. فغادي نوقف هنا. عجبك هذا الشيء جيمون وبارطاج واشتراك ونشوفوا في الجزء القادم.